بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قبل أن أبدأ في درسي هذا، لا بد أن أشير إلى نقطة هامة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يتتبع بقلبه مواضع القطر وزيادة الإيمان، وأن لا يغفل عن تعاهد قلبه بسماع النصائح والتوجيهات والمواعظ التي ترقق القلب و تعيده إلى الله سبحانه وتعالى وتربطه بربه سبحانه وتعالى وتقوي إيمانه. فلا شك أن الدنيا ببهارجها وزينتها وشهواتها وملهيها لا شك أنها تغفل القلب وتنسيه وتبعده. ثم نحاول مع سماع هذه النصائح والتوجيهات والمواعظ التي قد ترد إلينا أن نستفيد من تلك النصائح وأن نتزود منها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما تعلمون بارككم الله. الإنسان الذي ينتفع من الذكرى من الله عليه بأوصاف عظيمة وجعلها من أفخم وأضخم وأجمل وأروع الأوصاف. المتذكر المستفيد من النصيحة أعطاه الله عدد من الأوسمة لم يعطى أحد غيره إياها. قال: سيذكر من يخشى، فجعل المتذكر صاحب خشية. وقال: وما يتذكر إلا من ينيب، فقال فجعل المتذكر صاحب إنابة. وقال سبحانه في آية أخرى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فجعل الإيمان وصف للمتذكر المنتفع بالذكرى، وخص المنتفع بالذكرى. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فوصف المتذكر بصاحب القلب، وصف المتذكر بأنه صاحب قلب حي، لأنه يقول لمن كان له قلب، كل الناس لها قلوب، لكن الله سبحانه وتعالى إنما قصد في قوله إن لمن كان له قلب، أي قلب حي يتعظ ويتذكر ويتدبر، أو ألقى السمع وهو شهيد وهو حاضر. وقال سبحانه وتعالى في الآية العظيمة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ماذا إذا سمعوا فاتبعوا أحسنه؟ قال: أولئك الذين هداهم الله، فوصفهم بالهداية، وأولئك هم أولو الألباب. هل رأيت أحدا وصف بهذه الأوصاف غير المتذكر الذي يسمع الذكرى ويستفيد منها؟ له قلب، سيذكر من يخشى خشية، له إنابة، له إيمان، له إن أولئك صاحب هداية، صاحب لب. إذن كن أنت إياه، كن أنت ذاك المتذكر المستفيد الذي يسمع الذكرى والنصيحة ويستفيد منها ولو بكلمة واحدة ولو بعمل واحد. تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنك إذا سمعت مقطعا فيه توجيه أن تطبق عملا مما وجه به ذلك المقطع، وأن تطبق أمرا من أوامر الله التي دل عليها ذلك الكلام، ذلك الواعظ في المسجد، في الراديو، في الشريط، في المقطع، في الفيديو، في الذي سمعته.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أبحث عن أجمل واتبعه. أما أن أقول هذا كلام مكرر وأملي لنفسي بأن أنا ما استفدت من الشخص هذا لأن ما قال شيء جديد أو أن كلامه ما طلع من قلبه، لا، اتهم نفسك بارك الله فيك، حاول أن تتهم نفسك، لا تتهم الناس، تقول كلامه ما طلع من قلبه لذلك أنا ما استفدت منه، لا، أنت صاحي، أنت قلبك عليه شيء من الغشاوة من المعاصي، حجبت ذاك تلك النصيحة عن أن تدخل إلى قلبك. فانتبه، لا تكن ممن يرمي خطأه على الآخرين، وإنما كن ممن يحس بخطأه ويستعيذ بالله من وساوس الشيطان ونزغاته ويتعاهد توبته ويقبل على ربه. إذا فعلت ذلك فأنت قد سلكت طريق الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يقبل عليه، فكن أنت من المقبلين. بارك الله فيكم. نرجع إلى درسنا في شرح العمدة لشيخ الإسلام الموفق بن قدامة غفر الله له ولمن شرح هذا الكتاب كشيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله، عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة، وغيره من شراح هذا الكتاب، وأنا أذكر الشيخ محبة فيه وتقديرا لعمله الجليل، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم أجره وأن يغفر ذنبه وأن يجعله وأن يجمعنا به في مستقر رحمته. قال المؤلف ابن قدامة في متن العمدة وأكثره 60، وهذا يعني تكلمنا عليه في درسنا الماضي، اليوم نتكلم عن قوله والمبتدأة. ما هي المبتدأة؟ هي التي جاءها الحيض أول مرة، ابتدأت مع الحيض، بنت عمرها 10، 11، 12، 13، 14، 15، المهم جاءها الحيض لأول مرة، ماذا تفعل؟ المؤلف له وجهة نظر، مذهب الحنابلة، يقول المؤلف إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، معنى جلست يعني عملت ما تعمل الحائض، ترك الصلاة، ترك الصيام، لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج، نحو يعني ما ذكرناه الأشياء الممنوعة اللي ذكرناها في الدرس السابق والذي قبله. هذا دم حيض طبعا. لماذا جلست؟ لأن هذا دم حيض، فيحكم له بأنه دم إيش؟ دم حيض، لأن ما يخرج من الرحم الأصل فيه أنه دم حيض، حتى يقوم الدليل على العكس، حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة. يقول المؤلف جلست، فإن انقطع الدم الذي رأته هذه البنت التي ابتدأ الحيض فيها، إن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، يقصد أنه استحاضة فيأخذ حكم الاستحاضة. طبعا هو المؤلف رحمه الله هذا قوله، وهو قول محترم ومعتبر، وهو معتمد على أن أقل الحيض يوم وليلة، ونحن رجحنا هناك أنه لا حد لأقله، هو يقول إذا كان أقل من يوم وليلة معناه مو بحيض، ونحن نقول بل هو حيض حتى ولو كان 4 ساعات ولا 10 ساعات، ما دام أنه صفته صفة الحيض هو حيض، هو حيض إذا كان بصفة دم الحيض، وهذا يعني معروف عند النساء دم الحيض شكلا وسماكة ولونا، شكلا وسمكا ولونا، هذا ورائحة، أسف، ورائحة
هذه أشياء يعرف بها دم الحيض. على كل حال إذا رأت المبتدأ ذلك ولو انقطع لأقل من يوم وليلة فإنه حيض، هذا هو الأقرب. يقول المؤلف وإن جاوز اليوم والليلة استمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولكنه لم يتجاوز أكبر أو أكثر الحيض، يعني ما وصل إلى 15 عند المؤلف أن أكثر الحيض 15، لم يتجاوز أكثر من 15 يوم، يقول فهو حيض، هذا دم في صفته صفة حيض وفي وقته أيضا وقت حيض، فيعتبر يعني أنه يحكم بها أنه حيض. يقول المؤلف فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، إذا تكرر مجيء هذا الدم 3 مرات في 3 أشهر في أيام معلومة، يعني كيف؟ يعني هذه البنت التي عمرها 12 أو 13 أو 15 جاءها في الشهر الأول لمدة 6 أيام، ثم لما جاء وقته من الشهر الثاني جاء لمدة 6 أيام، ثم الشهر الثالث جاء لمدة 6 أيام. يقول المؤلف هنا إذا تكرر عليها 3 أيام في أيام معلومة من الشهر صار عادة، يعني 6 6 6 متساوية، أيام متساوية تكرر كل شهر 6 6 6 فهذه عادتها 6 أيام. أن عندنا في لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام الوقت اللي كان ينزل عليها فيها الحيض 6 أيام مثلا، ثم تغتسل وتصلي، هذا المستحاضة اللي دائم دمها إيش مستمر، أيام أقرأه والقرى هو إيش هو الحيض. قالوا إنه يقول يعني تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أقراء جمع وأقل الجمع 3، لكن يعني الصحيح في هذه وهو مذهب بعض أهل العلم أن العادة تثبت لو لم تكرر 3 أشهر، لو لم تتكرر 3 أشهر فإنها يعني تعتبر عادتها. صحيح أنها تتكرر 3 أشهر أصبح يقينا، لكن لو جاء في الشهر الأول 6 أيام فنحكم بأن عادتها 6 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المستحاضة؟ لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم تصلي. فالنبي أحالها على ماذا؟ أحالها على الشهر السابق، وقال إن الحيض اللي كان في الشهر السابق تعمل به لما جاءت الاستحاضة. هذا يعني أقرب الأقوال أنه تثبت الحيضة ولو من شهر واحد، لا يلزم أنه يتكرر 3 أشهر. طيب قد يسأل سائل قال طيب خلها 3 أشهر، احنا ما نقول شيء، نقول لو تكرر 3 أشهر فهو هذا دل على التأكد بلا شك، لكن نحن نتكلم لو حصل جاء دم شهر 6 أيام ثم في الشهر الثاني استحاضة، ماذا تعمل؟ لا تعمل شيء؟ لا، نقول اعملي بالشهر الماضي. طيب يقول المؤلف هذا إذا المبتدأ، نتكلم عن المبتدأ، إذا كان لي أقل من 15 فهو حيض. طيب لو تجاوز 15 عند المؤلف، عند المؤلف إذا تجاوز 15 فهو استحاضة. لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض،
يرى أن أكثر الحيض 15 يوما، ونحن يعني رجحنا في ذاك الموضع بأنه لا حد لأكثره. زين، تجاوز الأكثر الحيض معناها هذا الدم خارج عن كونه حيض، وإنما هو استحاضة، دم فساد، دم مرض، دم نزيف يسميه بعض النساء. طيب، على كل حال مثل ما ذكرنا سابقا، إذا كان الدم بصفته، صفة دم الحيض، لونه، رائحته، كون السميك، فهذا دم حيض حتى لو تجاوز 15. قالوا عليها على المستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض حتى ولو الدم مستمر معها، لأن الآن اتفقنا أنها عادتها 6 أيام أو 7 أيام، لكن الدم مستمر معها، دم فساد، دم نزيف. يقول إذا انتهت عادتها 6 أيام أو 7 أيام تغتسل. تغتسل لماذا؟ لكي تصلي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعي الصلاة أيام أو قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. هذا الحديث الصحيحين. إذن المستحاضة تدع الصلاة في الأيام أو في عدد الأيام التي كانت تحيض فيها. طيب، قال هنا المؤلف ويجب يعني وتغسل فرجها، يعني هذه المرأة بعد ما طهرت من حيضتها يجب عليها أن تغسل فرجها مستحاضة، أيضا تدخل في هذا. إذا أدبرت، قول صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، اتفقون عليه. حتى ولو كان دم الاستحاضة مستمر، خلاص انتهى الحيض، انتهى وقت الحيض، اغسلي الدم واغتسلي ثم صلي. قال هنا وتعصبه. وش معنى تعصبه؟ وتتوضأ لوقت كل صلاة. وش معنى تعصبه؟ يعني تربط عليه خرقة، وهذه الخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على وسطها، هذا أيضا طريقة، ويغني عنها وضع القطن. أما الآن ولله الحمد فالناس قد صنعوا مثل هذا أشياء لا تخرج الدم ولله الحمد البتة، مثل الحفائض وما شابهها، وهذا يمنع خروج النجاسة تماما. طبعا هي مأمورة إذا كانت مستحاضة أن تستثفر، في حديث أم سلمة في شأن المستحاضة قال فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، يعني تغلق مكان، تغلق الفرج بثوب ثم تصلي لكي لا يخرج دم الاستحاضة على ملابسها، على مصلاها، على جسمها. ثم قال وتتوضأ أي المستحاضة قصده لوقت كل صلاة. إذا نحن تكلمنا عن المبتدأ، ثم تكلم الآن عن المستحاضة، وذكر أنها تتوضأ لكل صلاة. روي عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وهذا عند الطبراني. ولو شاهد آخر حديث عائشة عند أحمد
وعلى كل حال مختلف يعني هو مختلف في رفعه ووقفه مختلف في رفعه ووقفه وعلى كل حال الذي يظهر أنه يصح العمل به وهو فيه تخفيف بلا شك على المستحاضة يعني بدل أن تغتسل لكل فرض تتوضأ يكفيها وهذا حال صاحب السلس صاحب الحدث الدائم أنه يتوضأ لكل صلاة فبلا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة ومثل ما سيأتي ذكره أنه مشابهة المستحاضة مشابهة لمن به سلس المستحاضة يعني إنما قلنا بأنها تصلي إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة لقول دعي الصلاة أيام أقرائك أو قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم فلماذا تجب عليها الصلوات وهي يخرج منها الداء هي طاهرة وليست حائض ولهذا تصلي بالوضوء إذا دخل الوقت جميع النوافل ما لم تحدث فإذا خرج الوقت لهذه الصلاة انتقض وضوءها طيب وفقكم الله وسددكم هنا يقول المؤلف أن هذا حكم من به سلس البول فهو يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي الصلاة لوقتها نعم وهذا يعني فيه دليل عليه وهو قياس على المستحاضة وهو مقيس صاحب السلس على المستحاضة ومثل من به سلس من في معناه يعني من به رعاف مستمر هذا إذا قلنا أن الرعاف إيش ناقض الوضوء فهنا يتوضأ لكل صلاة ويصلي في هذا الوضوء في الصلاة في وقت هذه الصلاة ما شاء له أن يصلي طيب بعد هذا قال فإذا استمر بها يعني أقصد المستحاضة الدم في الشهر الآخر فلم ينقطع بما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه استمر لم ينقطع فإن كانت معتادة المعتادة هي التي يأتي حيضها إيش هي التي يأتي هي التي يأتي حيضها في وقت يعني المعذرة هنا فقدنا المتن فنحاول أن نستعيده ألا مثل ما ذكرت لكم أن المستحاضة إذا تجاوز
أو تجاوزت أكثر مدة الحيض، وهذا إن شاء الله في نذكره بعد قليل. يقول المؤلف هنا بعد أن ذكر صاحب سلس البول وأنه يعني ومن في معناه كصاحب الرعاف وكصاحب يعني الحدث المستمر، فأنه يتوضأ لكل وقت كل صلاة، هذا يعني إذا كان أو نحن يعني أقررنا بأنه أن الرعاف وما شابه يسمى حدث، يعني بعض أهل العلم يعني لا يقول بأنه حدث، يعني لا يعتبره حدثا. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة، وهي إذا استمر الدم بالمستحاضة في ليس في هذا الشهر وإنما في الشهر الآخر ولم ينقطع، فيقول إذا كانت معتادة، المعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، فهي تعتبر حيضها أيام عادتها التي يأتيها الحيض فيها، كانت عادتها 7 أيام وكانت تأتيها في تاريخ كذا وتنتهي منها تاريخ كذا، تعتبر ذلك، لا تصوم ولا تصلي في هذه الفترة من اليوم 5 إلى اليوم 12 مثلا، 7 أيام تغتسل في فجر اليوم 12 ثم بعد ذلك تتوضأ لك وقت كل صلاة لأنها دمعها مستمر. ممكن يطأها زوجها بعد ذلك؟ نعم ممكن، إذا اغتسلت في اليوم 12 ممكن يطأها حتى ولو كان الدم معها دم استحاضة مستمر. طيب ما لها دورة منضبطة، كانت يوم 7 ويوم 6 ويوم 5 ويوم في 7 ويوم في 10 ويوم في 12 ويوم في 20، ما لها دورة، ماذا تفعل والدم لا مستمر؟ هل هي مميزة؟ لم تكن معتادة ولكنها مميزة، هذه اللي نسميها مميزة. إذن عندنا مبتدأة، عندنا معتادة، عندنا مميزة، مصطلحات. مميزة يعني دمها، دم الحيض له مواصفات في اللون، في السماكة، في الرائحة، اللون أسود، السماكة سميك ثخين، الرائحة كريه الرائحة، هذا إذا كان مثلا يأتيها وقت يكون أسود دمها المستحاضة هذه، ووقت ينقلب إلى لون الأحمر الخفيف، فهذا الأسود أو اللون الغامق المتكتل أحيانا هو دم حيض، هذه تسمى مميزة، تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه ثابت تعمل بهذا التمييز. تجلس أيام الدم الأسود ذي الرائحة لا تصوم ولا تصلي، وإذا انقطع أكملت صومها وصلاتها. طبعا هل يقدم التمييز على العادة أو العادة تقدم على التمييز؟ على كل حال التمييز أوضح أقوى، أما إذا كانت المستحاضة مبتدأ أول مرة يأتيها الحيض أو ولكن جاءها حيض استحاضة
أو نسيت عادتها وكم عددها وجاءها استحاضة ولا تمييز، فماذا تفعل؟ في هذه الحالة يقال أن لك 6 أيام أو 7 في الشهر تدعين فيها الصلاة والصيام، لأن هذا غالب النساء. نعم، غالب النساء على هذا. طيب، إذن هذه استعملنا ماذا؟ لم نستعمل التمييز ولم نستعمل اعتياد، وإنما استعملنا عادة أكثر النساء. يعني إيش معنى الكلام عادة أكثر؟ تختار من الشهر 6 أيام أو 7 يكون فيها حكمها حكم الحائض، وما عداها يكون حكمها حكم المستحاضة ما دام الدم متواصل. حديث حمنة بنت جحش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت: تحيضين في علم 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامه وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي هذا في كل شهر. نعم. ثم قال: كما تحيض النساء وكما يطهر بميقات حيضهن وطهرهن. هذا يعني تفصيل لأحوال المستحاضة وكيف تتعامل مع الحيض، وهو تفصيل جميل من المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك دخل على مسألة جديدة، وهي أن الحامل لا تحيض، فإذا جاء دم فهو دم فساد. طبعا من الأدلة التي ذكروها ما رواه رويفع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عن وطئ الأمة حتى تحيض. جعل وجود الحيض علامة على علامة براءة الرحم، علامة براءة الرحم، وهذا عند الإمام أحمد بإسناد حسن. طيب، إذن هو جعل خروج الحيض علامة على براءة الرحم. من الحيض، الحمد لله، من الحمل آسف، فإذا حاضت وعلم أنها غير حامل، فدل ذلك على أن الحامل لا يكون معه حيض. طبعا هذه قول بعض أهل العلم، وإن كان هناك يعني من أهل العلم من يرى بأن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ما ذكره المؤلف قال: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. طبعا هذا دم متصل بالنفاس فيكون إيش؟ دم نفاس، كالدم الخارج بعد الولادة، كالدم الخارج بعد الولادة. هذا يعني كلام المؤلف في باب الحيض، ثم بعد ذلك تكلم على النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة،
وأن حكمه يقول حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وهذا سبق تفصيله. وبين أن أكثر 40 يوم، فتغتسل بعدها وتعتبر طاهرا، وإن استمر خروج الدم بعد 40، فمعنى كلام المؤلف عندما قال أكثر 40، فمعنى كلامه لو استمرت معنى هذا أن الاستمرار استحاضة. حديث أم سلمة استدلوا به، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، طيب هذا دليل، هو عند أحمد سناده صالح الاحتجاج، يقول ولا حد لأقله، وهذا لأن النفاس إذا وجد الدم فهو نفاس. ولدت المرأة، هذا الدم الذي يأتي بعدها دم نفاس، بعد هذا يقول متى رأت النفساء الطهر في أثناء 40 هذه، اغتسلت وهي طاهر، تأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء، لأن لا حد لأقل النفاس، فإذا رأت الطهر فهي طاهر، تعمل ما يعمله الطاهرات. من أجري لها عملية قيصرية أخرج الولد من الرحم مباشرة من غير الفرج فهي نفاس أيضا، إذا خرج منها دم تجلس كما تجلس النفاس، وإن لم يخرج منها دم فهي طاهرة. هذا هو الظاهر. إذا حصل عند المرأة نزيف إسقاط، يعني خروج الدم وقت الحمل بسبب وهات الجنين أو بقائه أو بقاء بعضه في الرحم، استمر خروج الدم منها بعد إخراج الحمل، وهذه العملية فلا يخلو إن كان الحمل قد تبين في خلق إنسان وهو من 80 يوم فأكثر فهي نفساء، وإن لم يتبين في خلق طيب. أما إذا لم يتبين في خلق فلا تعتبر نفساء، يتبين في خلق فهي نفساء. قال وإن عاد النفاس أو دم النفاس في 40 طهرت مثلا وظنت نفسها أنها طهرت ولكن عاد عليها في 40، يقول المؤلف ما دام في زمن النفاس فهو نفاس، فنعلم أنه لم ينتهي بعد. هذا ما تيسر إراده من باب الحيض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. بهذا نكون قد انتهينا من باب أو نعم من باب الطهارة، وانتقلنا أو سننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى باب الصلاة. وفقكم الله
وأسعدكم وأعانكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.